هل بإمكانك أن تأكل قطعة لحم مصنعة في المعمل؟ اللحوم مصدر ممتاز للبروتين كما أنها شهية، لكن هل فكرت من قبل في تكلفتها؟ إن الموارد المطلوبة لتوفير اللحوم لتسعة مليارات شخص في العالم هائلة، حتى إذا كانت للأغنياء فقط. ويرفض كثير من الناس القسوة التي نشهدها في المزارع الحيوانية، كما يرفضون ممارسات أخرى مثل تصدير الحيوانات الحية. ولا شك أن الأبقار والأغنام والخنازير والأسماك وغيرها، وهي المصادر الأساسية للحوم، من أشد المعارضين لتلك الممارسات أيضاً. فهل يمكن أن تكون اللحوم المنتجة المصنعة في المعمل هي الحل؟ إنها لحوم، وليست بدائل لحوم مصنوعة من جبن التوف النباتي. وعلى الرغم من اسمها، فإنها ليست صناعية حقاً، وإنما هي خلايا حيوانية حقيقية. فمهندس الأنسجة يأخذون عينة من حيوان حي بالغ، وفي الوضع الأمثل ستقتصر معاناة الحيوان على ذلك، وبعد ذلك يزرعون الخلايا الغذائية البالغة في أوعية تحتوي على مزيج سائل غني بالعناصر الغذائية، ويحولونها إلى خلايا عضلية، وذلك لأن اللحوم عضلات أصلاً، وينامونها على هياكل قابلة للتحلل الحيوي. المشكلة الوحيدة هي أن الخلايا العضلية تحتاج إلى التمرين من أجل البقاء، ولا يمكنك أن تجعل تلك الخلايا المخلقة تركض في الحقل، ولكن يمكن تحفيزها باستخدام نبضات كهربية صغيرة. أما على المستوى الصناعي، فستكون تكلفة هذه العملية باهظة إلى حد تعجيزي، وتستمر الأبحاث. وحتى هذه اللحظة، فإن أكبر شريحة من هذه اللحوم تحتوي على ملايين الخلايا، وحجمها يعادل حجم العدسة اللاصقة تقريباً. لكن عندما تصبح اللحوم الصناعية واقعاً سائداً، فهل سيمكنك أن تتناول شريحة لحم بقري مصنوعة في المعمل؟ وهل ستتغير طريقة تعاملك مع الحيوانات عندما تعرف أنها لم تتعرض لأذى حتى تتناول أنت شريحة من اللحم؟